صباح الخير يا مستر هادي. صباح الخير. صباح الخير. ها في ايه النهارده؟ الحاجات دي وصلت. اه طب كويس، انا كنت عايزه. اوكي ثانيه واحده كده. ايوه تمام شكرا. اوكي عايزك بقى تمضي لي ده والفاكس بتاع الشركة. خلينا بنشوف ده الاول. ايوه ده هو ده انا كنت عايزه. صباح الخير يا هادي بيه. في يا عبد على الصبح؟ ما انت هتقعد معايا النهارده يعني هتقعد معايا. حاضر حاضر ثواني وابقى معاك تماما. ميرسي. ياه النفس ماله خارج مولع من صدرك كده؟ مفيش حاجه في الدنيا تستاهل الحرقه دي. الدنيا حلوه وجميله والمشاكل اللي متلتله في الشركه. اسمع يا هادي، انا مدير عام الشركه هنا وبقبض مرتبي منك، انما اوعى تنسى ان انا صديق المرحوم والدك وان انا اللي مربيه. والله عارف، عشان كده حضرتك الراجل الوحيد اللي في الشركه. ادي كمان بصراحه مش داخله دماغي، السوق كله بيتريق علينا، الامن ستات والساعي ست، مفيش كده بصراحه. هو اكل ولا بحلقه؟ انت ليك ان الشغل يمشي، يمشي راجل، تمشي ست، يمشي كونغر، المهم ان هو يمشي. وبعدين مع كامل احترامي لحضرتك، الرجاله ثلاث ارباعها مرتشين، انما نادرا لما تلاقي ست مرتشيه. الرجاله مع كامل تقديري لسيادتك مالهمش تقطان على الشغل، انما الستات تقعد تشتغل 10 ساعات ما تقولش لا. دخلت الست عليك كده حاجه تشرح القلب. شكرا. انما دخلت الراجل مع احترامي لسيادتك طبعا حاجه تغم النفس، عشان كده انا مع كوته المراه في مجلس الشعب طبعا. وطالما كده كده الشغل ماشي، ايه المانع ان هو يمشي بشكل حلو؟ لا بقى مش ماشي وهو ايه ده؟ شركه الموبايل اللي بنتعامل معاها بعتلنا عشان توقف البيزنس اللي بينا بسبب التاخير، يعني هيتخرب بيتنا. ما خلصت خلاص. ازاي انت مش متابع ولا ايه؟ انا قابلت المدير العام هناك وقعدت معاه يجي 3 ساعات احاول اقنعه. متربس دماغه. عارف مين مديرته؟ مين؟ مدام هدى الصفتي. هدى دوده. اه مش دي اللي انت كنت متجوزها؟ ايوه. بس برغم ان احنا انفصلنا، بس انا لسه محافظ على العلاقه الوديه الحضريه اللي بتجمعني بيها. كلمتها في التليفون وفهمتها موقفي وخلصت الموضوع. طب واخطاب الضمان بتاعنا اللي في البنك متعطل؟ ما خلصت خلاص اهو. خلصت ازاي؟ انت مش متابع ولا ايه؟ لا. انت عارف مين مديره البنك؟ مين؟ مدام ليلى حسن. ليلى؟ ليلى حسن لولا. ما دي انت كنت متجوزها برضو. ايوه المليانه القصيره دي. ايوه الله يفتح عليك. بس برغم ان احنا انفصلنا، بس انا لسه محافظ على العلاقه الوديه الحضريه اللي بتجمعني بيها. كلمتها في التليفون وفهمتها موقفي وخلصت الموضوع. هادي هولدنج. الو. اهلا استاذه منال. لحظه. ايوه. الو نونا. هادي الف 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 مبروك، والله نهني انفسنا. يا سلام. لا لا ورد ايه ورد ايه ده كلام. وانا عامل لك ربع صفحه كده في الاهرام، ان شاء الله تكون شفتيها وعجبتك. لا العفو يا فندم العفو. الف الف مبروك الامم المتحده مره واحده، ده شرف والله. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا انت عارف مين دي؟ لا. دكتوره منال صالح. منال منال صالح نونا. ها مش دي اللي انت كنت متجوزها من 6 سنين؟ طويله حلوه دي. انت عارف اهي دي لو انا طلبت منها عينيها، شوف عينيها ما تتاخرش عليا. ها عندك مشاكل تانية؟ انا عندي مشكله واحده مش لاقي لها اي حل. نفسي اعرف انت بتعمل لهم ايه. انا متجوز مراتي بقالي 40 سنة معكننه عليا حياتي ومش لاقي لها حل. يبدو ان الستات ما بيمشوش كويس الا بالعرفي ولا ايه؟ شوف يا عبد، الستات دول اجمل كائنات في الدنيا. انا مش عارف ازاي كان سيدنا ادم كان ممكن يعيش لوحده من غير ستنا حواء. المهم ازاي تتعامل معاهم. الكود يا ريس، الباسورد، وانك ازاي تخلي اللينك ده موجود على طول. على الشاشة.
ويا ترى مين حيربح معنا هلا بعد شوي؟ خلونا نشوف مين الاقتصادي. بحبكم وبعشقكم كثير. يلا 10,000 دولار. يا خالد وائل صبايا وشباب البرنامج وينني؟ اليوم ما حدا اتصل فينا. وبذكركم انه اليوم جايزتنا كثير كثير كبيره. جايزتنا هي 10,000 دولار. الو؟ الو؟ هادي صديق البرنامج من تايغو. كيفك؟ اهلا. انت جاهز لتربح معنا جايزه اليوم؟ طبعا. انثى الفيل بتضل حامل لمده 7 أشهر، 8 أشهر او 9 أشهر. بصي هو 7-8 صعب، متهيألي نقول 9-9.5 كده. لا، في 7 و8 و9، ما فيش 9.5. طب خلاص خليها 9 عشان يعني تلحق تاخد راحتها. 9؟ ده اخر كلام؟ ان شاء الله. غلط. ان شاء الله المره الجايه تربح معنا يا هادي ويكون حظك احسن من هيك. الو، صارت الساعه 9:05 يا هادي، وينك لهلا؟ ليه بعد ما جيت؟ في الشارع يا حبيبتي من الساعه 8. والله الشوارع زحمه قوي. بصي هو عمال اضرب كلاكسات من الصبح، مش كنت جيتي عندي زي كل مره؟ لازم يعني نقضيها في المواصلات كده. انا مسافره بطياره الساعه 5 الصبح على باريس، ما انت عارف، والمطار 5 دقايق من البيت، ولو جيت لك الطياره بتفوتني يا استاذ. المهم بس طمنيني، غاز اخوكي فين؟ اوعي يطب علينا، ده مجنون يعمل لنا فضيحه. قول لحالك، لو اتزوجنا رسمي مش بورقه عرفي يا هادي بيه، ما كنا شفنا ولا من غازي ولا من 100 غازي. طبعا هنتجوز رسمي وهعمل لك فرح، بس لازم فرح يليق بيكي، انت نجمه يا ماما. وبعدين يعني احنا بنعمل حاجه غلط ولا حرام؟ ده جواز شرعي. المهم بس عايز اطلب منك طلب، ممكن تلبسي لي قميص النوم الروز بتاع المره اللي فاتت؟ عمل معايا شغل جامد قوي. ما انا لابساه. ماشي يا حبيبي، انا جاي اهو. يلا باي باي. مساء الورد يا عم خليل. يا مساء الفل يا هادي بيه. اتفضل. اتفضل. فين يا عم خليل؟ يلا فين الورد؟ مفيش وقت. الورد جاهز يا واحده. قوام النبي. الورد غالي. يلا يا عم خليل. شوية ورد انما ايه بقى؟ تحفة. حلو حلو. ايه؟ اكتب ايه بقى على الكلام؟ هتكتب ايه؟ هتكتب ايه؟ اكتب. ايوه. الى احلى قميص نوم روز في الدنيا. ايه؟ ياه، ده انا عليا جمل، ده انا عليا جمل. غازي؟ افشوا هالليلة، انقطع القميص، عم فكر فوت نام. لا دخيلك يا غازي، قصدي انا قلبي حاسسني انه انت اليوم حتربح. رجال ختيار تحت بسيوني، الظاهر عم بودع على الاخر، وفي حفلة بكى عندهم. تعال تعال يا هادي، اتفضل اتفضل. الله يفيك الخير. السلام عليكم. مين هادي بيه؟ ابو العز، ابن ابو العز بيه الله يرحمه، صاحب العماره، صاحب الحج بسوني وحبيبه. كتر خيرك، ما نحرمش منك ابدا. تعبت نفسك ليه؟ لا ازاي ده الحج بسوني عزيز على الكل. اتفضل اتفضل. تعال يا ابني، والله ابن حنان مصفي وصاحب واجب طول عمرك. انت ما تعرفش زيارتك النهارده رفعت روحهم المعنويه قد ايه. الحمد لله. وانت عرفت امتى يا هادي؟ دلوقتي. امال مين الست اللي جت عادت على كتفي دي؟ الست امينه بنت الحاج بسيوني. الحاج بسيوني مين؟ الحاج بسيوني البيسي، عميد عائله البيسي. يا حبيبي مرمي في المستشفى بقاله سنه بيتعالج، وفي الاخر لما حالته اتاخرت قوي الدكتور قال خدوه على البيت لغاية لما السر الإلهي يطلع. هو كل ده والسر الإلهي لسه ما طلعش؟ دي بنته شكلها بيخلص. ماما يا حبيبي يا ماما، انت شايفه بتعمل
تحطيش في نفس الكهنه مدام عزيزه. بابا ودي مين دي كمان؟ دي بنت الحاج بسيوني التانية مدام عزيزة الكبيرة. دي جاية علينا لأننا السوق. ازيك يا سعد التواب؟ بخير بخير يا مدام عزيزة. هادي بيه أبو العز، ابن أبو العز بيه الله يرحمه، حبيب الحاج بسيوني الله يرحمه، قصدي ربنا يشفيه. خلاص يا خلاص 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 يا مدام عزيزة، احنا معاكي اعتبرينا اخوات الحاج بسيون الله يرحمه، واي حاجة انت عايزاها احنا تحت امركم في اي شيء كبير صغير. نعم انت مين؟ بس شو؟ الحاجة بسيوني، بسيوني البيسي. حاج بسيوني تحت تحت مش هون. هو مش هنا تحت، اصلا من ساعة لما عرفت ان هو في غيبوبة يعني وانا مش قادر اتمالك اعصابي يعني. عم فهمك، بيت الحاج بسيوني تحت تحت مش هون. طب حضرتك من فعل ليه حتى ده كان طالب مني مهلبية وانا جايبها له وانا جاي يعني ما فيهاش حاجة يعني. بتصير، اتفضل اوديك لعنده. يا حبيبي يا حاج بسيوني، ده مش بس مربيني، ده مربى ابويا كمان. خلاص انزل انزل. ايه هون شو مش شايف البكي والنواح؟ هادي يا حبيبي هادي. ايه انت رحت فين؟ بكي في جنبي ما لقيتكش. متداري يا عمي متداري، يعني عايزهم يشوفوني وانا منهار. طول عمرك حنين يا حبيبي. امال ايه يا عمي؟ امال ايه؟ هو ده اي حد؟ ده الحاج بسيوني، بسيوني البيسي ده، انا ما شفتوش يجي من. طب بس 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 استأمينة لو سمحتي، هادي بيه بس عايز يبص على الحاج بسيوني ويدعي له، يمكن ربنا يكرمه، ربنا كبير ان شاء الله. روح معاه. تعالى يا هادي، ما تكسبش انا زي بيتك. ايوه تعالى يا هادي تعالى. تفضل تفضل. يا ما شاء الله، انتوا بس قلقانين ليه؟ ده حتى وشه منور اهو. يا حبيبي يا بابا، الله يخلي بعدك. ايه؟ الو، انت رحتي فين يا ابن انت؟ جازي فال وانا لوحدي. طالع لك حالا، دي وحشتيني قوي. انا ده انا هقطعك. طب يلا ما تيجي. بقولك ايه، اثبتي على القميص الروز. يلا طالع لك اهو، باي. فين يا صايع؟ يا ابن الصايع انا سامع صوتك بالصبح. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ست امينه، الحاج بسيوني فاق واتكلم يا اخوانا. قميص نوم روز يا وزك. غازي شو جايبك؟ جيت اخذ مصاري نسيته بالبنطلون الثاني. لكن هدي شو بك مصفره كانك شفت شي وحش؟ بس شو؟ بس يوني، بيت الحاج بسيوني تحت تحت. حاج بسيوني تحت. حبيبي حاج بسيوني، حبيبي حاج بسيوني. حبيبي أنا مش وايد. حملتك من إيدك ونزلتك لعند الشقة لتحت. هرجع كده، هرجع جزز جدا يعني، ما أنت شو قدر الموقف يعني. حرام عليك. يا كلمة عن الحاج بسيوني وصيته. حاج بسيوني لك فين من هون؟ Thank you.
أنا بعرف إنه هالجنية بتموت فيها. هادي عيون هادي. نحن ما عم نعمل شي غلط. لازم غازي والناس كلها تعرف إنه نحن متجوزين. طبعاً يا حبيبتي هي أحسن. وقريب جداً كمان. أنا ريم يا شباب. أجيب حاجة نشربها. أنا حاجب لك. حأشرب معك كمان. هي إيش الليلة قبل السفر؟ يا حبيبتي أنتِ هتقعدي برنسيسة وأنا هقوم أسربس عليك. فوطة بيضة وقميص روز النهاردة زي ما أنتِ. إيه الورد الجميل ده؟ كاتب لي إيه بقى؟ شدة وتزول؟ ربنا يعفي عني؟ هادي؟ 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 عيادة الدكتور شوقي سليمان؟ أيوة يا فن. أيوة يا فن. مظبوط يا فندم. تشرف. أهلا يا فندم. أي دكتور؟ حلو. مدام نادين اتفضلي دكتور شوقي عايز حضرتك. تعمل أشعة تحليل دي امتى؟ يعني من حوالي أسبوع كده. بلاش دلع يا أستاذ. اسم حضرتك قلت لي ايه؟ هادي يا ابو العز. واضح ان مدام نادين مدلعاك قوي. ما عندوش اي حاجه. وارجوك تاخدي الكشف اللي دفعتيه وانت خدت. الله يطمنك يا دكتور شوقي. ده انا لقيت سفري من كتر الخضه. مش عارفه كيف بدي اشوفك. خلاص تطلعينا معاكي في البرنامج بقى. طبعا ده شغف ليا. فرصه سعيده قوي يا هادي. هادي يا ابو العز. معلش انا دماغي النهارده. لا الله يكون في عون حضرتك. انا متشكر قوي. فرصه سعيده. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. فرصه سعيده جدا. شكرا يا دكتور. مع السلامه. الحمد لله. مدام نادين. ايوه خلاص خليهم على شكل. ميرسي انا. ايوه حاضر يا فحسنا. مدام نادين. ايوه دكتور شوقي عايز حضرتك دقيقه جوه تاني. شو عم بتقول؟ ما بصدق. مش معقول. مش هيعيش اكتر من ست شهور. الحاله في مرحله متاخره جدا. انا ما اقدرش اقول الكلام ده قدامه طبعا. لكن حبيت اقوله لك عشان الامور اللي زي دي بتحتاج ترتيبات. ده من نادين. ربوكي. انا عاوزك تتماسكي. ده امر ربنا. وجايز برضو ربنا يكتب له يعيش. في أمل؟ ضعيف جدا. استأذن إيه؟ استأذن إيه؟ دي مراتي اللي جوه. دي مراتي. فيها نادين. مفيش. حياتي مفيش. الدكتور كان بده ينزل معي بالبرنامج وبس. لا 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 الموضوع ما موضوع مش موضوع برنامج. انت ما بتعرفيش تكدبي. فيها يا دكتور؟ انا عارف. ابويا الله يرحمه مات بنفس المرض. أرجوك تقولي أنا عايش قد إيه يا دكتور؟ أنا أقدر أواجه مصيري بكل شجاعة؟ Dance with me, make me sway.
Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. نادين صدقيني اللي أنا بقوله ده هو عين العقل. أنا ما قبلش إنك تربط حياتك بحياة واحد معكم علي بالموت. هنسيب بعض دلوقتي واحنا بينا ايام جميلة عمرها ما تتعوض. كل ده اخر هدية مني ليكي عشان تفتكريني. والحمد لله ان احنا ما اتجوزناش رسمي وجبنا عيل يلاقي نفسه في الدنيا من غير اب. نادين نادين احنا هنقطع الورقتين اللي بينا عشان تبقي حره وانت عيشي. الحياه حلوه قوي وحبي واتجوزي بس وعديني لو خلفت عيل سميه هادي. بس يا سيدي وقطعنا الورقتين وبصنا الايدين ونزلنا الدمعتين ونزلت بعدها كلمه النهايه. يا ابني اللذينه دي عشر واحده نعمل عليها الفيلم ده. انت ايه ما بتهمتش يا شوقي؟ يا حبيبي انا راجل عاشق للحياه. انا ونادين عشنا اجمل ايام حياتنا. قبل بقى ما نخش على النكد وتقول لي رايح فين وجاي منين نقفل الموضوع قفله حلوه قبل ما تقول لي نطلع المأذون. اه يا اخويا اجيبها وتيجي للحانوتي. وانت اي حانوتي؟ انت حنوتي الحب. ولا ما تشتغلنيش انت لو عمرك حبيت ولا عرفت الحب. طب والله العظيم ثلاثة انا حبيت نادين ومش بس نادين مفيش واحدة اتجوزتها لما حبيتها. طب اقول لك على حاجة انا وشي حلو عليهم. اتفرج على نادين دي كمان سنة هتبقى اكبر نجمة اعلامية في الوطن العربي. هتشوف مراتك؟ اقفل الكاسل اقفل الكاسل شيل شيل الازازة دي. ايوه انتصار انت فين؟ انا عند هادي ابو العز صاحبي. وبتعمل ايه عند الصايع ده؟ الله يجازي شيطاني كان صار. لا هادي تعبان بس كنت جاي اكشف عليه. ولوحدكم بقى ولا معاكوا حد؟ لا لوحدنا والله. طب شغل الكاميرا شغل الكاميرا وريني كده. حاضر. ازيك يا مدام انصار؟ معلش خدت الدكتور مني بس تعبان قوي. سلامتك. الله يسلمك. شوقي يا شوقي. ايوه حبيبتي. سيف ابنك بيكح وعنده حراره اوديه للدكتور ولا ابوه يجي يشوفه؟ لا ابوه يجي يشوفه ليه؟ انا جاي حالا انتصار. ما تتاخرش. انا جاي حالا. عرفت بقى انا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انت هتروح البيت لا هتلاقي الواد عيان ولا عنده اي حراره. توكل على الله. ربنا يعينك على ما بلاك. السلام عليكم. السلام يا ذكر. صارت الرجالة. أهلا أهلا وسهلا. صباح الفل يا عم. إيه مكلف نفسك ليه؟ يا سلام وأنا عندي عجل شريف. أمال هو فين؟ يا شريف شريف تعال تعال ما شاء الله كبير. تعال كل سنه وانت تعالى بقى سلم على الكبوسه. بوسه انت طيب. شفت بقى جبت لك ايه؟ اتفضل يا عم. بوسه ايه؟ امال حقيقيه بقى. الحق بقى يا سيدي البوفيه.
محبوسي؟ ازيك يا هادي؟ يا ريت، والله يا ريت، ده أنا عازب وعايش لوحدي قوي. أنا أسفة عن إذنك. استني بس، استني، إحنا نعرف بعض من 20 سنة. أيوة من 20 سنة، في الوقت اللي أنا بدأت فيه أوعى للدنيا من حواليا وأرسم صورة في خيالي للبنت اللي أنا بحبها. خدي المفاجأة، البنت دي أنتي، نفس الشعر، العينين، تدويرة الوش، البق. قعدت مع نفسي كده وقلت يا واد يا هادي، تفتكر دي ممكن يكون اسمها ايه؟ لقيت نفسي برد بسرعة بقول انت هادي، تبقى هي نسمة. عرفتي بقى ان احنا نعرف بعض من زمان؟ اسمع. نعم. انا خريجة كونسيرفاتوار. ايوه. يعني انا اكتر واحدة سمعت اسطوانات في الدنيا، والطريقة اللي انت داخل بيها دي بلدي قوي، وعيب تبقى في بيت محترم وعند ناس محترمين وتعمل كده. منظرك يكسف ودمك يلطش. شوي 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 قلبي هيقف. شوي انت فين؟ اسكت هموت بجد. ولا وحيت اهلك، انا مش ناقص. انت فاضي بقى اليومين دول ومش لاقي واحده تعمل عليا الشويتين بتوعك هتعملهم عليا انا؟ لا 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 لا، ده كله كوم ونسمه كوم تاني خالص. نسمه مين؟ اقعد احكي لك. اسمها ميس نسمه، مدرسه موسيقى في المدرسه اللي قدامك دي، انما ايه، ملاك ماشي على الارض. شفتها في عيد ميلاد حفيد عم عبد التواب. وعملت معاها ايه؟ بقى انا يا شوقي، انا صاحبك دمه يلطش وقليل ادب وما ترباش. انا لا، ما قالت لك كده ودينك وتهزيق ومعامله كلاب واحتقار وحاجه ايه؟ الله الله، ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ ولا انت بتهزر وخلاص؟ لا انا كده طمنت على نفسي، يبقى مش انا الراجل الوحيد اللي بتهزق. لا طمن. صدق يا شوقي، انا بقالي يومين بفكر، اكتشفت ان انت من ارجل اصحابي، عشان كده انا ليه عندك طلب، وعارف ان انت لا يمكن هتردني. عاوز ايه المره دي؟ اقول لها انك هتموت مقدما؟ هتقولي غرفه 60 ده؟ لا 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 لا، ابسط من كده بكتير. هو انت مش بقيت بتروح مستشفى الصبح؟ ايوه. يعني العياده بتبقى فاضيه الصبح؟ نعم. ممكن يا صاحبي تديني مفتاح العياده الصبح؟ كفايه بقى يا هادي، كفايه بقى. والله العظيم ابدا، انا مش هعمل حاجه، انا بس كل اللي هعمله ان انا هحط كرسي بره واعمل لنفسي فنجان نسكافيه واقعد اتفرج عليها وهي داخله وهي خارجه. بس لا لا، تصدق بقى ان انا بقالي يومين بفكر واكتشفت ان انت اندر اصحابي؟ انا كنت عارف انك هتعمل كده. ماشي يا شوقي ماشي. معلش يا هادي، احنا اصحاب بس مش كل حاجه تطلبها مني اعملها لك. شوف، كنت هنسى. والله انت ابن حلال، والله انت ابن حلال. اتفضل. ايه ده؟ دي صور المؤتمر الطبي بتاع رومانيا. مؤتمر؟ وانت مالك بيه؟ الناس بعتنهم لي عشان فاكرين ان احنا اخوات مش بس اصحاب. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك، مين اللي راكب الصور دي؟ عرفت بقى ان انا بضلل عليك وعلى بيتك عشان بيتك ما يتخربش في نفس الوقت اللي انت واقف فيه عقبه في طريقي وسعادتي. ده ابتزاز، ابتزاز. مين الواطي ابن الواطي اللي ركب الصور دي؟ شوقي شوقي يا شوقي، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ اهلا 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 يا استاذ هادي. اهلا اهلا وسهلا. ده هادي كان جاي لي عشان اكشف عليه، حالته وحشه خالص. ما هو الاستاذ هادي مش مهتم بصحته، بيجهد نفسه على الاخر. الحقيقه الدكتور شوقي الله يبارك له نصحني ان انا اروح مصحه في رومانيا، بيقول لي ان هناك الطب تقدم قوي. ده حتى لسه مفرجني على الصور. صور ايه دي يا شوقي؟ صور المصحه بتاعت رومانيا. لا لا، رومانيا ايه؟ لا خليك هنا احسن، خليك الطب هنا. صباح الورد يا عم خليل. يا اهلا وسهلا يا هادي بيه، اتفضل. بقولك ايه يا عم خليل، انا عاوز احلى واجمل بوكيه ورد عندك. عم خليل انا عاوزه يخد. أنا طول الليل وأنا بشتغل فيه. طيب كويس، هتبعتهولي على العنوان ده، الآنسة نسمة. من عينيا، وأكتب فيه إيه؟ تكتب إيه؟ اكتب. أنا دم يلطش، أنا قليل الأدب، أنا واطي، هادي أبو العز. ياه، ده أنا عليا جمل يا عم خليل، ده أنا عليا جمل. يا راجل، هو في حد في جلستك؟ يا
يا عم اكتب اللي بقولك عليه والساعة 9 عندها في المدرسة ما تنساش. سلام. الغرام الغرام. ربنا خلق لنا بق واحد وودنين اتنين عشان نسمع اكتر ما نتكلم، وكل ما نسمع اكتر نتبسط اكتر، وكل ما كان اللي بنسمعه ده حاجة حلوة نتبسط اكتر واكتر. يلا نقول مع بعض. يا مواعيدك يا عم خليل. Make it a better place for you and for me and the entire universe. There are people في يا جدع عايز ايه؟ ورد للآنسة نسمة. طيب يا عم لبشتني. أنا مبسوطة منكم قوي. أيوة يا مصلحي. ايه يا مصلحي؟ صباح الورد يا ست الكل. صباح النور يا مصلحي. الورد ده جاي لحضرتك. ورد؟ بعد اذنك. امضي له هنا بالاستلام. حاضر. امضي امضي. يلا مش خلاص؟ خلصت شغلتك؟ سمعنا خطوتك. أنا اللي دم يلطش، أنا القليل الأدب، أنا الواطي. الورد ده ما يخيبش ما يخيبش. أي. ألف شكرا ست هان. بلاير سير. أهلا يا مصلحي. ازيك يا باشا؟ ألف شكرا على عصير ال هو اسمه ايه باشا؟ ده عصير رمان بالستروبري فليفر، هيعجبك قوي. استروبري فليفر. انما ايه الرمان ده يا باشا؟ لذيذ يا مصلحي قوي قوي. اقعد اقعد واقف ليه؟ الف شكرا يا باشا. لا لا مش هنا، ده كرسي انجليزي انتيك ما بتعيدش عليه. تعال تعال تعال. بلاها الركن ده، نقعد على السجاده دي وخلاص. لا لا ولا دي يا مصلحي، دي سجاده حرير بقى لها 300 سنه ما بتعيدش عليها. تعال تعال. الله، امال ايه اللي مقعدك في بيت ما بتعيدش فيه ده يا باشا؟ فظيع 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 يا مصلح. تعال نقعد على البسين. هو البسين ده قديم برضه يا باشا؟ فظيع. عسل عسل. قلت لي بقى ساكنه في الزمالك. اه يا باشا. الباص بياخدها من ابو الفدع على الكورنيش كده على طول. عندك فكره ابوها بيشتغل ايه؟ اصل مس نسمه ما بتكلمش مع حد كتير، بس انا بقى اتقصت وسمعت ان ابوها رتبه كبيره قوي في الداخليه. لواء يعني؟ حاجة زي كده يا باشا. طب انت مش شايف يا مصلحي ان بنت بالجمال ده وساكنة في الزمالك وابوها رتبة كبيرة قوي في الداخلية ومش مرتبطة لحد دلوقتي؟ اقعد اقعد. لا يا باشا هي مش مرتبطة. وايه اللي مخليك واثق قوي كده؟ معلش يا باشا، خد مني وما ترجعش ورايا. عندك فكرة الباص بياخدها منين في ابو الفدا؟ من جنب السلطة على طول. طب يا مصلحي، هو الباص ده ما بيعطلش؟ أنسة نسمة، يا صباح الورد. يعني انا احلم بيك امبارح بالليل، اقوم الصبح كده الاقي انا اكيد في حاجه لله. انت عايز ايه بقى؟ انا كنت عايز اتكلم معاك. ممكن تمشي دلوقتي حالا لو سمحت؟ والله انا ما بعاكس، انا عايز بس رقم تليفوني. انا ما عنديش تليفون، ممكن تمشي بقى؟ طب رقم تليفون الباشا اللي هو كنت عايز اتكلم معاه في موضوع. شايف البوكس اللي هناك ده؟ هناك اروح اساله؟ هيجوا ياخدوك دلوقتي حالا وهتتبهدل.
بتعمل ايه عندك المنظار ده يا شوقي؟ اصل كنت بس يعني شوقي المصحف شريف ما بتاعي. امال بتاع مين؟ بتاع واحد صاحبي كان جايبه لي، كان عرضه للبيع. ويا ترى بقى كنت بتتفرج على مين يا شوقي؟ عن النجوم، عن نجوم انتصار. النجوم فجأة كده بقيت فلكي؟ ويا ترى بقى النجوم دي فوق ولا تحت؟ بتهيألي نجوم فوق. أمال المنظار نازل لتحت ليه يا شوقي؟ تعب. أنا فاهمك يا حبيبتي، المنظار ده غير أي منظار، هو الصبح بيجيب النجوم في عز الظهر، بالليل بقى بيريح. بيريح. اسمع يا شوقي، أقسم بديني الموضوع ده ما هعديهولك على خير، ولازم تفهمني دلوقتي حالا إيه الحكاية دي بالظبط؟ كنت بتتفرج على مين يا شوقي؟ صباح الخير يا ولاد. أنا آسف، العقد ده هيبان وحش جدا عشان هيتحط على أجمل رقبة في الدنيا. هذا أبو العز يا ابن اللذينة، كتبت لها كده؟ إيه رأيك؟ ده أنا عليها جمل، ده أنا عليها جمل. البنت دي شكلها تخرب بيتك وبيتي إن شاء الله. انتصار شافت المنظار وتحفظت عليه واعتبرته حرز، والبيت مولع عندي وكل ده بسببها. شوقي شوقي، أنا عايش مود جميل، ما تطلعنيش منه. مود يا حمار، تفتكر هتعبرك؟ هتعبرني؟ ده أنا واثق إن المرة دي عمرها ما هتخيب. يبقى قابلني هتشوف، وآخرتك السجن إن شاء الله لما أبوها يعرف. أنت مش بتقولي أبوها لواء؟ هينفخك. مستر هادي. إيه يا منار؟ حضرتك مدي ميعاد لحد هادي بيه؟ لا، أصل في واحدة بتسأل عليك اسمها نسمة. مين؟ اسمها إيه تاني عشان ما أسمعش؟ نسمة. اتكل على الله. اتفرج يا هادي، اتكل على الله. وصلي البيل الأسانسير. طالب بسكويت حسابي. يلا يا أبو بسكويت. ده ايه النور ده؟ ايه المفاجأة دي؟ اتفضلي اتفضلي. طب انا اعمل ايه بنفسي؟ اعمل ايه؟ انط من هنا وانتحر ولا انكش في شعري يقولوا الواد اتجنن؟ نعمل ايه؟ وعلى ايه ده كله يا استاذ هادي؟ لا، مفاجأة مفاجأة رهيبة رهيبة. لما واحدة تقبل هدية غالية كده من واحد ما تعرفوش تبقى واحدة مش محترمة، ولا انت ايه رأيك؟ ده قمة الاحترام. اسكت ما تقطعنيش خالص. حاضر. انت كده كأنك بتقولي اني بنت مش كويسة، والراجل اللي يعمل كده مع واحدة ما يعرفهاش يبقى راجل سافل وقليل الأدب. يبقى راجل حساس. اسمع. نعم. ده آخر انذار ليك، أنا كان ممكن أكبر الموضوع وأوديك في 60 داهية. إنما أنا ما عنديش غير رد واحد على تصرفاتك السخيفة دي. إيه هو؟ أنت تشوف لك حل في دلع الموظفين بتوعك دول. نسمة؟ إيه الصدفة الجميلة دي؟ إزيك يا أستاذ عبد التواب؟ إيه؟ بتعملي إيه هنا؟ الأستاذ هادي كان بيوصيني على طفل عندنا في المدرسة. طفل؟ ابن مين يا هادي يا ابني؟ المشكلة إن الولد قليل الأدب ومش متربي، وإحنا رفضناه خلاص. أنا آسفة يا أستاذ هادي، الموضوع انتهى. عن إذنك يا أستاذ عبد التواب. اتفضلي يا بنتي. نسمة دي التلاميذ بيموتوا فيها في المدرسة، بيعشقوها عشق. تصور شريف ابن بنتي يحوش من مصروفه وجاب لها هدية. وقبلتها؟ آه طبعًا قبلتها. الواطية. نسمة دي أصلًا أنت ما تعرفهاش. نسمة دي أدب وأخلاق وذوق، نسمة وهي نسمة بجد تتحط على الجرح يطيب. هو باين حياة أمها محسبها وقفلت معايا بقى. هتجوزها ليلة واحدة عرفي وأدوخ وأجيلك، يديها التشخيص المتين ونقطع الورقتين وشكرا. اسمع يا هادي، أنت طول عمرك عامل عليا دكتور لاف وعمال تفتي قدامي. البنت دي باين عليها من فصيلة انتصار مراتي، بس ما دام إيديها طويلة ما تضمنش. اعترف بقى مره يا اخي انك فشلت فيها. ايه يا راجل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهي اهي. ايه اللي جابها هنا دي؟ هي دي؟ طب بتقدم قوي، اكيد دي هتقابل البيبي بتاعها. طب بقول لك ايه؟ قوم قوم هادي، هطالب اكل. يا شوقي قوم. اوعى تقرب لها، المره دي هتعمل لك فضيحه قدام الناس كلها. اتوكل. ماشي متر.
حساب الترابيزه يعني. ايوه يا حسن، يا حسن ما تهزرش يا حسن، دي بورصه يا جدع. بقولك ما تهزرش ما تهزر. ايه ده؟ دي بوسه يا حسن. على فكره بقى انا بحبك وبموت فيك من اول يوم شفتك فيه، وانا اسفه على كل اللي عملته معاك. انا من ساعه ما شفتك ما بنامش، انت الراجل اللي بحلم بيه طول عمري. نسمة، انا مش مصدق اللي انا بسمعه. احسن يكون جاي لي تهيؤات وابتديت اخرف. كنت بتقولي ايه؟ بقولك بحبك بموت فيك. امال ليه عملتي فيا كل ده؟ ما كنتش عايزه ارتبط بيك اكتر من كده، بس خلاص يا هادي مش قادره ابعد عنك. وتبعدي ليه؟ احنا نتجوز. ايه يا حبيبتي، وانا قلت حاجه غلط؟ لا لا مفيش حاجه. طب نتجوز ودلوقتي حالا كمان. نتجوز ازاي يا هادي؟ مش هينفع، انت مجنون. ده انا ابقى مجنون لو ضيعت ثانيه واحده من عمري من غيرك. نسمة، انا نفسي اخدك في حضني كده ومحدش يشوفنا. بصي يا حبيبتي، انا عارف ان انت يعني كبيره وواعيه وعقلك فاهم. احنا هنضرب ورقتين، احنا هنكتب ورقتين عرفي عشان نبقى في الحلال، ولحد يعني لما الظروف تصلح هعمل لك اكبر فرح فيك يا مصر، فرح يليق بيكي. ماشي؟ انت بتتحايل عليا يا هادي عشان اوافق؟ انا اصلا مش مصدقه ان انت بتقول لي الكلام ده. المشكله مش مشكله عرفي ولا رسمي، انت لو قلت لي نتصاحب انا موافقه. المشكله اكبر من كده بكتير. طب المشكله يعني هو انت مرتبطه بحد؟ لا. طيب ايه المشكله؟ انا عيانه يا هادي، عندي مرض خطير وحالتي ميؤوس منها. الدكاتره بيقولوا ان انا مش هعيش اكتر من سنه. وانا مرضاش انك ترتبط بواحده محكومه عليها بالموت. الموت. لو مش مصدقني انا ممكن اوديك عند الدكتور بتاعي عشان تتاكد بنفسك. لا يا حبيبتي، دكتور بتاعك ايه؟ ده انا هوديكي للدكتور بتاعي، دكتور شوقي سليمان، دكتور معروف. مش يمكن يكونوا اكتشفوا علاج لحالتك في المانيا؟ طيب هنستمر على نفس الدواء مده اسبوعين كده. شفا، تعال. نسمة معايا بره. ايه ده؟ لحقت تكشف؟ المرة دي مش أنا، هي اللي هتكشف. هي اللي هتكشف؟ خد المفاجأة دي، الآنسة بتصيع عليا. الظاهر كده إن هي قابلت حد من اللي أنا كنت متجوزهم قبل كده وفهموها الليلة ماشية إزاي، وعاملة فيها شادية وجاية تربيني. قال إيه ما ينفعش تتجوز عشان عندها مرض خطير. قالت لك كده ودينك؟ يا عم، وعايشة لي في الدور، بس أنا بقى حطيتها في دماغي. كانت عايزة تاخدني للدكتور بتاعها اللي هي طبعًا متفقة معاه، بس أنا قلت لها لا، الدكتور بتاعك إيه؟ جبتها لك عشان تجيبني آخرها. يا صفاء، دخلي أنسة شادية. نسمة يا عم. لا نسمة، نسمة. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. نسمة خطيبتي دكتور شوقي. ما شاء الله تبارك الله. اهلا وسهلا. فرصة سعيدة يا دكتور. ايه مالك؟ ما وشك زي القمر اهو. بتشتكي من ايه؟ عندي صداع مزمن وبدوخ على طول. لا بسيطة ان شاء الله، بسيطة. طيب حضرتك هتعملي لي رسم مخ، تحليل دم، ورنين مغناطيسي. بكرة الصبح إن شاء الله. To see you. My friend? Yes. في يا شوقي الساعة 2. عمال أكلمك بقالي 4 ساعات. نايم والموبايل سايلنت، في إيه؟ في مصيبة يا هادي، مصيبة كبيرة. مصيبة إيه على الصبح؟
ظهر ان اللعبه قلبت بجد. لعبت ايه؟ اخلص. نسمة حالتها خطيره زي ما قالت لك، مش هتكمل السنه. مش انا اللي بقول يا هادي، اشعه والتحاليل اهي، كانسر في المخ واصل لمرحله ما يقوس منها كمان. كفايه بقى يا هادي، ما تلعبش بمشاعرها اكتر من كده، خليك بني ادم يا اخي. يا ساتر يا رب يا ساتر. طب انا ممكن اسفرها بره، ممكن اوديها احسن مستشفى، انا مستعد اصرف ملايين. لا بره ولا جوه، البيت خلصانه خالص. ويكون في علمك اللعبه الحقيره اللي كنا بنلعبها مع بعض انا وانت مش هلعبها تاني. خلاص يا هادي، دي اشاره من ربنا، ربنا يهديك وسامحني. عاوزك يا نسمه، عاوز اتكلم معاك. انا عندي حصص. مفيش حصص من النهارده، مفيش شغل، هتقدمي استقالتك. هادي انت بتقول ايه؟ تعالي بس. لا يا هادي، اللي انت حاسه ناحيتي ده مش حب، ده مجرد شفقه. الحكايه كلها ان انا صعبانه عليك، وانا لا يمكن اوافق انك تضيع سنه من عمرك كده على الفاضي في الهوا. انت ليه فقد الامل كده؟ الطب بيتقدم كل يوم، وبعدين هو في حد ضامن عمره؟ ما انا ممكن اموت قبلك. بعد الشر عليك ما تقولش كده. بقول لك ايه، احنا هنتجوز وهعمل لك اكبر فرح فيك يا مصر، وهنقضي احلى شهر عسل انا وانت. انت عايز تفرحني الايام اللي فاضله لي من عمري؟ احنا هنعيش 365 يوم سعاده، انا مش هزعلك ابدا. نسمه انا بحبك قوي. وانا اكتر منك يا هادي، بس انت لسه ما تعرفش حاجه عني، وانا كفايه عليا انك تفكر بس تضيع سنه من عمرك عشان تعيشها جنبي وتفرحني. هادي انت احلى راجل قابلته في حياتي، واي بنت في الدنيا تتمناك. ايه اللي يجبرك تعيش مع واحده محكوم عليها بالموت؟ سيبني يا هادي، سيبني اعيش الكام يوم اللي فاضلين لي مع اهلي. هم عارفين عنك حاجه؟ لا طبعا، واوعى تقول لهم لو شفتهم، دول ما يقدروش يعيشوا من غيري، انا مش هقدر اسيبهم. ومين قال ان احنا هنسيبهم؟ ما ييجوا يعيشوا عندي في الفيلا، الفيلا عندي واسعه وتسعمل حبايب الف. يبقى مش فاضل غير حاجه واحده بس. ده بيتكم؟ لا، تعالوا معايا بس. يبقى ده. هو احنا رايحين فين؟ انت مش قلت لي انك هتخليني اعمل اي حاجه نفسي اعملها؟ طبعا يا حبيبتي، بس هو يعني مش في اولويات؟ مش المفروض نقابل سعاده الباشا؟ وبعدين يعني لو عايزه تركبي مركب، ما انا عندي اليخت بتاعي. كان في بنت عايشه مع ابوها وثلاث ولاد اخواتها الصبيان، امها ماتت وهي عندها 15 سنه. فجاه لقت نفسها في السن ده ام العيله دي كلها. كانت بتصحى من صباحية ربنا عشان تلحق شغلها، وتروح بعد الشغل تدي دروس لولاد الناس الأغنياء، وبعدها بتروح وهي مهدودة. إنما كانت مبسوطة عشان حاسة إنها بتعمل حاجة. يا سلام. عارفة يا نسمة أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ إيه؟ إنك برغم المستوى اللي أنت عايشة فيه بس بتهتمي بالناس الفقراء. يا سلام. Thank you.
جزيرة الوراق، جزيرة في وسط النيل زي ما انت شايف، عايش فيها ناس غلابة ومفيش أي وسيلة مواصلات توصل لها غير عن طريق الماء. يا سلام، تعال معايا. السلام عليكم. شوف يا اسطى، واضح انك جديد في كار السواقه. الرخصه اللي في ايدك دي عدم المؤاخذه، ما تزعلش مني يعني، دي بالله تشرب ميه على سالزه ساعه اخويا الله يخليك. السواقه مش ورق يا ابني، السواقه خبره موهبه وحرفنه. انت ميه ميه، انت اصلي يا اسطى. يا ابني يا صباح الخير يا مسيد. صباح النور. مين ده يا نسمة؟ شكلك أول مرة تخش منطقة زي دي. بقول شكلك أول مرة تخش منطقة زي دي. اسمع كلام اللوستة متولى يا حمدي، ده راجل سواق بقاله 25 سنة. بقاله كم؟ 25؟ لا ده بين القعدة صغرت قوي. جري يا أبو حمدي، أنت هتخرف ولا إيه؟ خلاص يا أسطى متولي، 40 سنة، كناش حاجة يا عم. غلط. اجري اجري، لا التلفزيون يخرب بيت جدارك يا ابني، وطي التلفزيون اللي عندك ده. ده ايه اللي فال الوحش ده؟ 40 سنة اهو يا حمدي وانا قاعد على الدركسيون. مفيش عجل مركبتوش، تكاسي، ميكروباصات، لواري، نص نق، مقطورات، تكاتك، كله كله. بالك المحروسة اللي مرمية هناك دي أول ما جت من اليابان، اليابانيين نفسهم بعتوا وقالوا مفيش حد يحط رجله فيها إلا لسطة متولي. خلينا الأول في النهار يا هادي أستحمل، لكن النهار ليه عيون. أنت طلعت بعربيتك في أي شارع، ليكن على سبيل المثال للحصر شارع فيصل، أول هام هتدوس بنزين على الآخر، ثاني هام هتروح ماسك شمالك طوالي. قصدك يمين؟ يمينك يا اسطى. ده احنا فضاه سيره في القعده دي، ده بين القعده صغرت فعلا. اسمع كلام اللوستة حمدي الله. يمين ايه اللي تمسكها؟ ده عبيط انت. اليمين ده اتعمل للعيال التوتو اللي بيخافوا من الطريق، انما الشمال اتعمل لنا احنا للرجاله اللي قلبهم حديد. البيت المتنكس اللي هناك ده يبقى بيت، البيت اللي انا اتولدت فيه وعايشه فيه مع بابا واخواتي. انت مش كنت عايز تقابل بابا؟ انا نفسي اقابل سعاده الباشا. شايف الراجل اللي قاعد على نصيه القهوه ده؟ ده يبقى بابا القسطة متولي الباشا، سواق على العربيه نقل، يوم بيشتغل وعشرة لا. تحب بقى اعرفك باخواتي؟ لا انا بالنسبه لي الباشا تمام قوي. اخرج ازاي بقى من الحاره دي عشان خايف اتوه بس؟ مع السلامه يا هادي. اللي وراك بقى قعدوا يكركسوا لك. بيكركسوا لك ليه؟ عايزين منك ايه؟ عايزينك توسع لهم الطريق. هتعمل ايه ساعتها؟ هعمل ايه؟ قول لي ابوس ايدك يا معلم. ولا تسال، يكركس مهما يكركس، هيكون مين اللي بيكركس لك يعني؟ عيل توتو ورث قرشين من امه ولا من تيتو ومعاه بنت منحرفه ضاربين ورقه عرفي ومش لاقيين مطرح، توسع له ليه؟ هو كان شارع ابوه ولا كان شارع ابوه؟ يا سلام، شفت بقى الكلام الموزون؟ ينصر دينك يا اسطى متولي. مساء الخير. اهلا اهلا. ولع يا ابني. مع السلامه. حابك يعني عدي من هنا؟ مساء الخير يا عم. كمل يا معلمي. تلفون يا حبيبي. وانا كنت جاي. شوف بقى يا استاذ حمدي، سواقه الليل دي محتاجه استعدادات تانية خالص، وبالذات لو الطريق طوالي رايح جاي. انا كنت متفرمل شويه يا ابو حمدي، مش في راس راكبه معاك ولا ايه؟ انت مثبت فيها ليه كده يا جدع؟ انا كنت عايش الورد يا حبيبي، الولد ده كله ذوق الحقيقه. شوف بقى يا استاذ حمدي، طولت عربيتك، عينت ميتك وزيتك، انا بلعت افيونك، حطيت حشيشك في جيبك، كنت جاي يعني. اتكل على الله واطلع، الطريق قدامك، في عربيه جايه عليك من بعيد. الحمد لله عدت، في عربيه ثانيه جايه اهي، وادي عربيه ثالثه جايه عليك. اخ شكله ناوى على رخامه، جاي في وشك وبيقلب لك النور. تعمل ايه؟ انا اتعميت، اعمل ايه؟ تضرب كشاف النور العالي في وش امه وتعميه خالص، يلزق في حيطه يقع في الدرع، يستاهل اللي يجرى له غرفه 60 داهيه. هيكون مين يعني؟
ليه عيل توتو وارث قرشين عن امه ولا تيتو ومعاه بنت منحطه ضاربين ورقه عرفي وبيدوروا لهم على مطرح؟ انت راكب من بدري معانا بس عدم المؤاخذه يعني. مين حضرتك؟ هادي. في دي عندك حق، هو ده هادي فعلا، دوكه كان حامي قوي بس صدقني ده بيعمل دماغ اعلى. لا مش القصد، انا اسمي هادي ابو العز وكنت جاي لحضرتك يعني في جنينتين حرام فراد. وانفراد ليه؟ دول اهلي وناسي واخواتي واولاد حتتي، وبعدين راكبين معانا وفي نفس السكه، يرضيك يعني ننزلهم بالليل وفرخاله كده؟ صح يا جماعه؟ لا 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 راجل اتكلم براحتك قول. هو انا كنت جاي طالب ايد الانسه نسمه بنت حضرتك. نسمه بنت انا؟ انت منين بقى؟ انا اساسا من المنيا. يعني عيل توتو؟ لا 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 لا، توتو ايه؟ وعجبك قوي كمان ايه ده؟ طب يا راجل شغال بقى ولا قاعد ولا شغال يوم واحد 10؟ معلش سؤال تاني؟ شغال ولا مش شغال؟ لا شغال شغال. قلت ايه يا عمي؟ يا ابني علمت التلفزيون تاني ليه بس؟ اهو عاد عاد لا لا سيادتك انا جاي اخطب. تخطب في الاسم يا روح امك. يا عمي يا عمي اسمعني هحصلك يا حبيبي. متولي اهلا حسام باشا، وحشني والله. طبعا موبتك ومطرحك الجار جوه اخويا. طب النفس الاخراني ده هتهزر يا متولي؟ ما هي فاضي يا باشا الجار. طب فتشت يا باشا؟ يلا فتشوني يا ناس. الله ارجوك يلا يا ابني. والله يا ابني انا مش عارف ليه اول ما شفتك ارتحت لك قوي، ده انت دخلت عليا دخلة سعد بس عدم المؤاخذه يعني معلش. انت قلت لي مين حضرتك؟ هادي هادي ابو العز. هادي قلت لك اسمه ايه؟ اسمه احنا مسمى ان شاء الله. طلباتك ايه يا عم؟ لو معاك حشيش ارميه لاننا هنتفتش في الاسم صح قوي، بس ارميه في حته اكون عارفها عشان بعد ما نخرج نروح انا وانت ونجيبه. انا وانت؟ افهم من كده انك وافقت؟ والله في الحقيقه انا في الاول افتكرتك عيل توتو وارث قرشين ومشبط في بنت حلوه بنت ناس وعايز يضرب ورقه عرفي. انا عارف ايه؟ اعوذ بالله وانا بتاع الكلام ده. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه بسم الله. اشبط شمالك يا اسطى. هو بس انا كان ليا سؤال واحد يعني. قول انت بقيت ابن خلاص. انا هفوق امتى؟ بقي مش لاقيه. قول ورايا يا استاذ هادي. اللهم اننا تبنا. اللهم اننا تبنا. وندمنا على ما فعلنا. وندمنا على ما فعلنا. اللهم اننا تبنا. اللهم اننا تبنا. وفضلتك عارف عني حاجه ولا ايه؟ بالرفاء والبنين ان شاء الله. يا معلم هو ايه الفرح الحزين ده يا اسطى؟ هو احنا هنقضيها فرجه على السيما؟ ده فيلم خنيق. ابو العروس محمد موبايلي معاك. ألف مبروك يا هادي. الله يبارك فيك يا عم. ده أسعد يوم في حياتي. بسم الله ما شاء الله ناسا بيفرح. فيه الموبايل بتاعك. موبايل. بقول لك إيه يا هادي بيه يا ابني؟ عمر عم. عدم المؤاخذة دي الكلمة يعني إيه الفرح الصامت ده؟ مفيش مطرب رقصة إن شاء الله حتى تشيل. جايين يا عم جايين، وبعدين المطرب اللي حضرتك طلبته وجاي في السكة. وبعدين مش طلبت مني قاعده للناس بتوعك وانا عملتها لك؟ لا في ليه عداك العيب؟ وانت عايز ولاد حتتي يقعدوا مع معزيمك؟ ده انا لو حد شافني معاهم يقول عليا عيل توت. ما تزعلش مني في الكلمه يعني. اقعد انت مع معزيمك وانا راح اقعد مع معزيمك. عملتها يا عبد اللذيذ. الف مبروك يا الله يبارك فيك. ايه ده؟ ايه في ايه؟ انا موبايلي فين؟ مبروك يا عريس. تصدق انا فرحانه فيك قوي النهارده، ونفسي بقى اشوف البنت الجباره دي اللي وقعتك وخليتك تتجوزها بالسرعه دي. هي فين؟
فوق بقى شعر وميك اب وكده. اه طب ينفع تاخدنا فوق عندها تعرف عليها؟ اه طبعا طبعا ثواني. شكرا. بس اكلمها بس عشان ايه ما نطبش عليها كده. اتفضل. ايه ده؟ ايه؟ انا موبايلي فين؟ ايوه يا لارا. لا مش هادي. لا ايوه انا هادي يا نسمه. معايا الدكتور شوقي ومدام انتصار عايزين يباركولك. ثانيه واحده، ممكن تفتحي العريسي لو سمحتي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، زي القمر. لا بصراحه ليك حق يا استاذ هادي، اسمها نسمه وهي نسمه. الف الف مبروك. انا انتصار مرات الدكتور شوقي. فرصه سعيده يا مدام انتصار. لا ايه مدام دي، انا عاوزاكي تاخدي عليا كده بسرعه وتخشي فيا على طول عشان بعد كده انا وانت هنتفق عليهم. طب يلا يا جماعه. لا ايه يا اخوانا، انتوا هتفضلوا لازقين هنا الزف هذا في طول معزيم على لا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قمر يا اختي قمر، حصوا في عين اللي مصلى على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. ايه ده يا بنتي؟ الو مين اللي نفخ في السم بتاعك كده؟ بابايا. اهلا اهلا وسهلا يا فندم، الف الف مبروك. الف مبروك. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. مين دي؟ اديني خمس دقايق يا بابا وهبقى جاهزه. مين دي؟ تحبي اساعدك في حاجه يا نسمه؟ ميرسي قوي. لا ايه ميرسي دي، انا مش هسيبك، هفضل معاكي لحد ما تخلصي وننزل على طول. ايه واقفين كده ليه؟ مين دي؟ يلا من غير ما ترد، يلا يا عريس، يلا هش هش. انتوا ما صدقتوا شفتوا العروسه هتلزقوا، يلا هش 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 هش. رقيقة قوي، جميلة يا بيي. مين الولية دي؟ دي ولية رزيلة قوي. لا لا لا، ده مدام انتصار بتهزر يا عمي. بتهزر؟ بتهزر ده ايه؟ ده أنا كنت حلوشة في وشها بالبنية. بالك هادي هادي يا ابني، النوعية دي تلاقيها متجوزة عيل توتو وارث رشام من أبوه. مدام انتصار تبقى مرات الدكتور توتو، تبقى مرات الدكتور شوقي يا عمي. الدكتور شوقي ده؟ أيوه. لا حول ولا قوة الا بالله. طب بالاذن انا بقى عشان الحق الزف، ما صحش ورده ولا ايه؟ ربنا يفك دقتك يا ابني. مسخره الراجل ده والله. ايه يا هادي في ايه؟ مش قادر اشوي، مش قادر. شفتها؟ شفتها؟ شفتها الفرح عامله ازاي؟ ملاك نازل من السما. بقى دي هتموت اشوي. ما عادش هادي عشان دي هتموت. وحياتك لولا تخطيطي ما كان اللي اسمه هادي ده اتجوز ولا حتى شاف مأذون. بس بقول لك يا نسمه، انا عاوزاكي تربيه بعد الجواز عشان دفتره كتير قوي. انا مش عارفه اشكرك ازاي، انت انقذتي حياتي. انا عمري ما هنسالك اللي انت عملتيه معايا ده. انت عارفه انت عملتي ايه؟ خليتيني اتجوز الراجل اللي بحبه بقالي كتير قوي. انا مش مصدقه نفسي، حاسه زي ما اكون بحلم. لا صدقي بس نسمه، وحياه ابوكي بعد كده تخليه ملوش دعوه بشوقي جوزي خالص. بس انا خايفه لاكون كده ببني حياتي معاه على كده. انا لازم اقوله. ايه تقولي له ده؟ ايه كمدي قلبك كده وما تبقيش عبيطه. طب تفتكري هيعمل ايه لما يعرف ان انا مش عيانه؟ مش بيقول بيحبك؟ يبقى اكيد هيفرح. بيقول بيحبني. ايوه المهم ان انا اتجوزت. اصلها صعبان عليا قوي. انت كمان صعبان عليا قوي يا هادي. عارف يا هادي، رغم كل اللي بتعمله فيها انتصار، انا لسه بحبها. طب انا هنزل الحمام بقى اغسل ايدي واروش كده واحصلك. روح يا هادي. القاعه مليانه على الاخر، الناس فوق بعضها. ايه ده؟ امال المعازيم فين؟ هما راحوا فين فعلا؟ مش النهارده فرحنا؟
الله يسلمك. زي ما قلت لك يا هادي، لازم تكون رقيق جدا معاها علشان ايامها في الدنيا معدوده 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 معدوده. خلاص ايه، في حاجه؟ لا 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 بقى، يعني خلاص بقى احنا وصلنا نجيب حاجه نشربها. ممكن بس ادخل اغير هدومي؟ يا سلام طبعا، ده نتمنى. واه اي مساعده؟ ميرسي. طب انا واقفين على الباب بقى، لو احتجت حاجه يعني انا مش هتحرك، يعني لو احتجت اي حاجه انا. اخرج بقى. بالنسبة للدخلة، في النهاردة ولا ايه؟ ايه ده؟ دي اتحجبتي؟ ايه مالك؟ ما هتقعدي براحتك. ما انا كده مرتاح. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ خمرة؟ لا لا، خمرة ايه، دي شمبانيا. معقولة يا هادي؟ عايزنا نغضب ربنا في أول لحظة في حياتنا؟ لا لا لا، ولا تزعلي نفسك، أهو أهو أهو. أنت اتضايقت مني؟ لا اتضايقت ايه، أنا يهمني راحتك بس. ايه ده؟ دي شمبانيا حلال، عصير تفاح. عصير تفاح، مفيهاش كحول. لا ما فيهاش، هتعجبك قوي. مفيهاش كحول. دوق. هدوق بقى. ايه رايك؟ حلو قوي. بس عصير التفاح ده بيخلي الواحد كده يفكر في حاجات كده. مش عايز افاجئك يعني، بس النهارده ليله دخلتنا وطبيعي يعني ان احنا طبيعي ان احنا نتفرج على التلفزيون. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ غير المحطه، ما بحبش اشوف الحاجات دي خالص. دي حلوه قوي. لا ده دخله في التلفزيون. لا اغيرها. طيب حاضر. استنى استنى، فوت الاغنيه دي، بحبها. على مالك عليها يا هادي شويه، خليك بني ادم يا اخي، ما تخش زي البهيم. وانا ممكن اتقل عليك يعني واطلب منك طلب؟ اؤمرني يا حبيبي. ممكن في ليله دخلتنا اشوف شعرك؟ لازم يعني؟ نعم أنا مستاق وعندي لوعة كبيرة. نعم أنا مستاق وعندي لوعة كبيرة. لا لا لا، سيبت دي عليها جمل. نسمة. نعم يا حبيبي. ايه اللي نعم يا حبيبي؟ انت بتعملي ايه تحت؟ فردت الحلقه وقعت، كنت بجيبها. ما تدوريش بقى على الحلقان تاني. حاضر. بتخض. واحلى حاجه بقى في المكان هنا الهدوء، انا عاشق للهدوء. انا كمان. ما بعرفش انام في الدوشه، بتبقى حاجه صعبه. الله، حلوه قوي السجاده دي يا هادي. مش من هنا طبعا. دي من الاسكيمو. من الاسكيمو؟ اه سيبيريا. ما تصوريش انا تعبت قد ايه عشان اوصلها لحد هنا. ازاي؟ طب احكي لي. بعدين بعدين. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ السلام عليكم. ياس ياس سيد المطعم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تنفعينا زغروطه ام سمير. صباحيه مباركه يا عريس، يا نجم بنور يا سيدي العز، يا سيدي العز. الف مبروك يا عريس. طب بنت الكوبيتي.
صباح يا مبارك عروسه. الله يبارك فيك يا ماما. انا بقول لك اهو الراجل ده تحطيه في حباب عينيك، ده راجل محترم. حط الاكل عندك يا ابو سمير، يلا تعالوا كلوا. هدي بيدي انا شكلكم واقع من جوع. تعالي يا نسمه يا بنتي. ولد حتى ولد فين اخوك كبير؟ تعالى اجمع هنا اجمع منك لوك. تعالى عشان اعرفك على عموك. هادي بيه، هادي بيه يا ابني. ولادي يعني شفتهم في الفرح بس ما لحقتش تتعرف عليهم، ما انت كلفتنا في الجوازه بس ماشي. ده نسيم الكبير في سنه رابعه ابتدائي، اتاخر 4 سنين في الدخول، كان زمانه في سنه تامنه. ده ربيع الوسطاني في سنه ثالثه ابتدائي، ده بقى اخر العنقود بديع في سنه ثانيه ابتدائي. لا عقبال املتك، ده بعيد سنه اولى ما شاء الله. لا ما شاء الله، نسمة ونسيم وربيع وبديع، دي حاجة حلوة قوي. أصل أنا طول عمري بحب الطراوة، ما بحبش الجو أما يزمت ويقفش. براحتك يلا ربيع براحتك، راجع على راجع. لا مؤاخذة هادي بيه يا ابني. كله كله كله. يا نهارك أسود، كسرت البوزة. بس محدش هيربيه غير الواد قليل الأدب عديم الرماية ده. خلاص خلاص يا عم متولي، خد الشر. سيبني هادي يا ابني دلوقتي، في عصبيتي ما بشوفش قدامي. خلاص بقى ما تحرقش دمك. تعال انا تعال انا. ولا اكلمك راجل لراجل ولا انسعك على قفاك؟ راجل لراجل. ماشي راجل لراجل، لم نفسك، متهيألي كده الرساله وصلت. يلا توكل على الله. خلاص كده؟ اه كده تمام. يلا بقى هادي يا ابني، الحق كلك لقمه بسرعه قبل ما الاكل يبرد. لا 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 انا هستنى بس اطمن على عيالي عشان ياكلوا معانا. لا 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 ما تعتلش هام، العيال منابهم متشلوا. ايه ده؟ دي صوره درس القراءه دي بتاعت الملك الدكتور احمد علي. سجن المسكين، سجن اخواتي اشقيه قوي. لا بالعكس دول لزاز قوي. انا سامع ابيض قاطع قط النور ابو ظهر. نسمه اطلع اشوف اخواتك يا بنتي، لاجي لهم بالهرسيا. لا 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 استني انت يا نسمه، انا هطلع اشوف في ايه. اوعى بقول لك ايه، هي الساعه دي فيها سمك؟ ايوه يا شوقي اللي كان شوقي، انت فين؟ عدى 700,000 دولار. نسيم بيدشدش أي حاجة قدامه، وربيع بيرجع على طول، أما بديع فبيعملها في أي حتة في الشقة. معلش يا هادي يا ابني، هو الجواز كده في أوله؟ أوله إيه بس يا عمي؟ أوله إيه؟ ده أنا عايش في مرستان. أنت عارف أنا كل اللي يهمني نسمة، عايز أمتعها. أنت عارف عندها إيه والأيام بتجري بسرعة. حاسس بيها يا عمي ولا إيه؟ حاسس يا ابني. طب ما تاخد لهم شقة جنبك، اهو منه يبقوا معاك ومش معاك. صح، خد لهم شقة جنبك. برافو عليك يا عبد، ده انت عليك افكار، ده انت عليك افكار. تفاحة اهو. انت بتضحكي على ايه؟ اصل مفيش حد غيرنا في المكان يا حبيبتي. المكان ده للادي بتاعك، ملك ليكي. هادي ممكن اسالك سؤال؟ يا ريت. انت ليه ما اتجوزتش؟ عايز اتكلم.
شكرا. كان في مرة طفل صغير عنده 6 سنين، كان وحيد أبوه وأمه، كان شاي أبوه بس كان بيحبه. في مرة سافروا اسكندرية وهم راجعين عملوا حادثة كبيرة أوي، اختفوا من حياته، ماتوا. عرفت ليه بقى أنا ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ عايز أنا أتجوز وأخلف حتة عيل يلاقي نفسه في الدنيا بغير قبل. عشان كده اتجوزتني يا هادي؟ عشان نوثق ان احنا مش هنكمل مع بعض؟ لا يا نسمه، انا اتجوزتك عشان بحبك، والله العظيم بحبك. ايه اللي انت بتاكليه ده؟ قولي بقى انا وشف. ثانيه واحده ما تتحركيش. بقاله كتير ما سمعش الاغنيه دي. انت متعود تسمعها كتير؟ يعني كنت بسمعها في الشهر مره. اسمع حبيبتي، وانا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل يا حبيبي. ممكن ناخد شقه جنبنا لبابا والولاد؟ انا حاسس ان هم مش مرتاحين معانا خالص، يعني عندك مثلا ربيع مش عارف يرجع براحته، وبريه مش عارف يعملها في اي حته، فانا حاسس ان انا مقصر يعني. انا اسفه يا حبيبي، انا عارفه ان اخواتي مزعجين شويه. لا مزعجين ايه اطلاقا، بالعكس دول حتى عاملين ريحه للبيت، عاملين يعني نفس للبيت. ممكن اللي تشوفي يا حبيبي. بس يا حبيبتي الحمد لله اني ما طلعتيش زيهم. يلا بينا. يلا يا حبيبي. يلا. تيجي نغير القعدة. يعني ايه؟ يعني نقعد بالعكس كده اهو. ايوه تعالي. ايه ده، دي كراسي؟ الله، ما تسمعنا حاجة في الاف ام. الله، انا بحب الاغنية دي قوي. اه ده وائل جسار، بموت فيه. بعد الشر عنك يا حبيبتي. ما تعرفش يا هادي بيغني فيه؟ نفسي نروح نسمعه مع بعض. يا سلام، ده انت تأمري. معلش يا هادي، انا عارفه ان طلباتي كتير قوي. يا حبيبتي طلباتك اوامر. شوف يا استاذ حمدي، طالع بعربيتك على الصحراوي. قلت لك ساعه 2 3 فجاه كبس عليك النوم. اصحى اصحى. صباح الفل يا عم تولي. اهلا هادي بيه يا ابني، اخبارك ايه؟ انا تمام. ليلة امك مش فايته يا هادي يا نسيب. تعالى هنا. خلاص بقى عم تولي، بقى عيله بيلعب. لا 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 لا، خلاص بقى ما تعلقش في دمك. معلش، لا محدش يرمسني وانا مخنوق. تعالى هنا. اكلمك راجل لراجل ولا الزقك على قفاك؟ راجل لراجل. لم نفسك. ارمتها الرساله وصلت. يلا توكل على الله، ابعت لاخوك الصغير عشان يلزقه على قفاه. بقى الصغير عمل ايه بس؟ اضرب صغير يخاف الكبير. مبدا. عم تولي، هو انا يعني انا حاسس ان انتوا مش واخدين راحتكم معانا يعني، فانا جبت لكم شقه جنبنا عشان تاخدوا راحتكم. عيب، انت فاكر نفسك جوز بنتي؟ لا ده انت ابني. شقه ايه وتكاليف ايه؟ صلح لنا بيت الوراق، واول ما يخلص هنروح ونسيبكم على راحتكم. بعدين بيني وبينك العيال مش مستريحين هنا. تمام اهو يا عم تولي، الرجاله شغاله ليل ونهار، اي خدمه. الله ينور يا رجاله. والله انت عداك العيب هادي بيه يا ابني. هما بيقولوا العهد على الراوي انهم هيسلموا له البيت خالص اول الشهر. اني شهر؟ الشهر اللي جاي ده، يعني كمان اسبوع. فلان حبيبي ازاي يعني كده؟ مش ناقص غير 6 اشهر واسبوع. حبيبتي انا اسمع.
الو. ايه يا حبيبي؟ بقول لك ايه؟ البسي، انا جاي في السكه، اعمل لك مفاجاه. ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ امال هي نسمه فين؟ ميرسي. يلا حبيبتي اتاخرنا. حبيبي انت ما قلتليش احنا هنروح فين. تعالي بس. تعالي. انا مش فاهمه حاجه، ممكن تقولي بقى احنا رايحين فين حالا؟ نخبي ليه في أسرارنا وأنا وإنت ما فيش غيرنا، ولو ننسى مشاعرنا نكلم مين يفكرنا؟ يا روح الروح بتنساني وأنا فاكر ومش ناسي، تغيب عن عيني من تاني ومن غير حب أعيش إزاي؟ ومهما تغيب بعيش وياك وأشوفك وردة في الشباك، ودمعة حب في عينيا بتستنى يا أحلى ملاك. قالوا لي الحب له علامات في نبض القلب والهمسات، وروح بتطير تنادي عليك ورعشة تقيل في السلامات. مفاجأة زي دي؟ ده لو عشت يعني. إن شاء الله يا حبيبتي، إن شاء الله. فعز سكوتنا نتكلم، عيوننا بتحكي وبتحلم، وأنا حسيت بأنفاسك تدفي إيديا وتسلم، بقول لك آه من غير صوت، تحبني موت وأحبك موت، وإحساسنا يونسنا وأقوى من الحياة والموت. ومهما انا بحبك قد ايه صح؟ انا عارف. طب في حاجه مهمه كنت عايزه اقولك عليها. انا مش عايزه اسمع اي حاجه، انا كفايه عليا ان انا ابص في عينيكي. بس دي حاجه مهمه. يا بنتي بلاش هبل، تقولي له على ايه؟ مش انتوا عايشين مع بعض ومبسوطين؟ خلاص يا انتصار، مش قادره اخبي عنه اكتر من كده. يا سلام، يعني هو الملاك كان حكالك عن كبواته ونزواته اللي قبل كده؟ نسمع، ما تعمليهاش حكايه، كنتي تعبانه وخفتي والحمد لله وخلصنا. هو انت ليه انتصار ساعدتيني في اللعبه دي من الاول؟ عشان انت وجوزك تعيشوا مع بعض سعاده. يا ناس سعاده على كدبه؟ حتى لو على كدبه.
الراجل ما بيعرفش قيمة الست اللي عايشة معاه غير لما يحس انها هتروح منه. انتظار، وانت بتحبي شوقي؟ بحبه طبعا. شفتي الخيرة بقى؟ مريم مفترية بتعملي كده ليه؟ عشان ما يطمنش يا بنتي. ما هو اللي زي شوقي ده لو اطمن انا مش عارفة ليه مخلي عنك. هاي اصلا انا حاسه بالذنب قوي يا انتظار. انت مش عارفه ده بيعمل لي ايه. ده مفيش حاجه بحلم بيها لو بيحققها لي. طب يلا يلا يا حنينه يلا. ميرسي. باي باي. ده ايه القمر ده؟ راح فين بدري كده؟ عايز اشتغل معاك انا وانت، ننزل نروح الشغل كل يوم مع بعض، يعني اساعدك في اي حاجه. بص عايز ابقى جنبك وخلاص. حبيبتي ما تيجي جنبي اهو، وبعدين انا مش عايز اتعبك. تعبك هو اجمل حاجه ممكن احس بيها الايام اللي فاضله لي. ماشي يلا. ثانيه واحده. يلا حبيبتي مالك؟ دخل. طب ايه تحبي نروح؟ لا يا حبيبي ميرسي. نروح اضمن. ممكن افهم بقى ايه نظرية ان الشركة كلها ستات؟ مع احترامي يعني. لا مش نصرية ولا حاجة، هي جت كده يعني صدفة. صدفة؟ يعني شركة طويلة عريضة زي دي ما فيهاش راجل واحد. أهو اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. وأنا بقول الشركة منورة كده ليه؟ إزاي كان اسمها يا بنتي؟ وشك ولا القمر؟ ربنا يخليك يا أستاذ عبد التواب، هي الشركة ناقصة أنوار برضو، هي ملعلطة أهي. نسمة قررت تشتغل معانا. ما أنا طول عمري بقول كده، الشركة محتاجة رجالة. نعم. انا قصدي ان مفيش حد هيخاف عليك قد نسمة. بالمناسبه الراجل الايطالي اللي اسمه اليساندرو ده هيوصل شرم الشيخ ويقعد 48 ساعه، لازم تسافر له وتقابله وتمضيه ونخلص. مش معنى انا، ما اي حد يسافر. ما تقابله انت. انا لا، انا لا اعرف ايطالي ولا ليا في الاجانب، وانا ما اقدرش اسافر واسيب نسمة. طب ما تاخدها معاك اذا كان كده. ماشي. لا يا حبيبي روح انت، خليني انا هنا مكانك. لا يا حبيبتي ما ينفعش اسيبك، دول 48 ساعه، دول يومين بس عشان اوحشك. مدام نسمه اسمحي لي اهنيكي على اول قرار خدتيه يوم استلامك العمل. أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي. صدق الله العظيم. شد حيلك أصلا متولي. شد بالله يا أبو حمد، دي راحة اللي أحسن مني ومنك أصلا متولي. نسمة نسمة، يا ريت ما كنت سافرت يا نسمة، يا ريت ما كنت سافرت يا نسمة. شد حيلك يا ابني. نسمة دي نسمة كانت بتموت فيها حبيبتي. يما انت بتقول ايه بس يا عم تولي؟ ام يا هادي يا ابني، ام تعيش انت، واللي بلا ام حالته تغم. يما امك هي اللي ماتت؟ امال امك انت اللي بقى في حياتك عم تولي ده؟ قول لي تعيش وتفتكر، اصل دي الثانويه بتاعتك. لا مؤاخذه هادي يا ابني، عملنا الثانويه في بيتك يعني، ما انت عارف البيت عندنا بيتصلح. اوعى تكون زعلان ولا حاجه. لا 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 لا، زعلان ايه؟ امال هي نسمه فين دلوقتي؟ نسمه فوق ان شاء الله. نسمه فوق. نسمه فوق. حبيبتي يا نسمه.
نسمة نسمة أنا جيت. أهلي وحشتيني. أنت كمان أنت مش كنت جاي بكرة؟ لا ما أنا ما قدرتش أستنى طيارة بكرة، خدت أول ليموزين وبقيت جري. بص يا حبيبي الشركة بتاعتك دي بايظة وكلها حرامية. ملعون أبو الشركة لأبو صاحب الشركة. بقولك وحشتيني. أنت كمان نايمني بقى. نايمني إيه ده أنا قالع جاكيت لسه والجزمة بره. معلش عايزة أنام. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ايه ده؟ امال فين الموظفين؟ ما خلاص بقى كل سنه وانت طيب، دي ناس كانت جايه تتدلع مش جايه تشتغل، وانا بعد اذنك يعني بقيت مسؤول عن حاجتين، الشغل والدلع. طب ما احنا اشتغلنا كتير بقى، مفيش دلع، بوسه حتى. احنا مش لينا بيت؟ يا بيت. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ايوه سيب المسلسل ده بحبه. مؤثر قوي. رجع حبيبي، رجع براحتك. اتفضل يا عمي. يزيد فضلك يا حبيبي. خد يا تفاحه بدل ما اغزها. تغزه؟ تغزه ده؟ دي حصلت؟ ماشي. كمان. شد يا عم شد، هتسلك هتسلك. بجد من احلامك. تؤمر بحاجه ثانيه ولا اطلع انام انا؟ احسن انا تعبان قوي. انا تعبان قوي. نوم العواف على بدنك يا حبيبي. صباح الخير. وانت من اهل الخير يا وش السعد والخير. عديت لك البيت بقى دبت النمله مش هتسمعيها. انت يا ناس ايه جمالك ده؟ يلا بقى. ثانيه يا حبيبي بس اتفرج. انت عارف عبد الحليم ده فاتح احلامي من وانا قد كده. كان نفسي قبله بقعد معاه. يا حبيبتي بس اجيبه لها ازاي ده؟ على عيني حبيبتي والله. نسمع نسمع الحق بابا تعبان. نسمع نسمع الحق بابا تعبان. عمي بقى انت وابوك بقى لو كلكم عند عبد الحليم يا ولادي. انا كنت خلاص مروح. مروح مروح ليه يا عمي؟ ما انت عم منورنا. حطيت لكك كنت مروح. انا كنت حتكل على الله روحي كانت هتطلع من نسمه بنتي. بعد الشر يا بابا بعد الشر. انت مستني حد يا هادي؟ لا استنى مين يعني؟ لا انا اللي مستني. اصل عمتك فتحيه وجوزها كلموني وقالوا لي انهم جايين. قلت لهم اهلا وسهلا. يا رب يا ساتر. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا علي. اقعد شد. اهلا يا فتحيه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. العيال كبروا فتحيه اهو. اقعدي اقعدي. علي هادي بيه جوز بنتي. لست علي كواليني تاج الكوالين بس ايه متصيب. ايه انت بتقول ايه؟ انت كده بتشتمني علي؟ الكنطه ايه اللي بات فيها؟ الحق هادي بيه يا ابني. بقول لك يبات في الكنطه ايه؟ هشوف هادي بيه بيقول لك ايه؟ ما يصحش ابدا. الهجر ايه يا علي؟ البيت كبير ويسعه من الحبايب الف ان شاء الله. النهارده هنام مع نسمة عشان وحشاني. وانت اكتر يا عمتي. بعد اذنك يا استاذ هادي. يا عم سبتي؟ دي واحدة ربنا بعتها لك من السما عشان انت ابن حلال من صفي. عملت نقلة نوعية في الشركة. إدارة من حديد. أمال هي فين؟ هنا من 8 الصبح. بس راحت الجمارك تخلص شغل بنفسها. أدي ميزة الواحد اللي يخاف على ماله. طبعاً. أيوة. مين؟ نسمة؟ نقلوها المستشفى؟ مستشفى ايه؟ مبروك المدام حامل في الشهر الثالث بس ضعيفه شويه محتاجه تقعد يومين نديها شويه فيتامينات. حامل؟ حامل ازاي؟ الف مبروك يا هادي يا ابني. ادخل ابارك لها بنفسي. يعني هي كويسه؟ كويسه جدا. ازاي بس يا دكتور؟ احنا قالها قبل كده اشعاعات عليك ويعني لازم تعرضها على دكتور مخ واعصاب. متشكر. حامل.
مين قال لك انها عندها كانسر في المخ؟ الدكتور شوقي سليمان. لا يمكن. مراتك كويسه جدا، ما عندهاش اي حاجه. مراتك صح سليم وصحتها احسن مني ومنك كمان. ولا كان عندها قبل كده؟ هي انفلونزا؟ لو كان عندها حاجه ما كانش زمانها عايشه لحد دلوقتي، ولا حامل ولا غيره. الدكتور بتاعك ده الظاهر مخه فوت شويه. الدكاتره بيقولوا ان انا مش عايش اكتر من سنه، وانا ما ارضاش انك ترتبط بواحده محكوم عليها بالموت. نسمع حالتها خطيره زي ما قالت لي، مش هتكمل السنه. انا ممكن اوديك عند الدكتور بتاعي عشان اتاكد بنفسي. انا هوديك للدكتور بتاعي، دكتور شبه سليمان، مش المعروف. هادي بوسي. هادي كده برضو يا هادي تسيبني طول اليوم ما تسألش فيا؟ مبروك يا حبيبي، هتبقى اب. خدعتيني يا نسمة، انا مش قادر اتخيل ابننا اللي جاي ده ازاي هيعيش في الدنيا من غير ام. الطفل الجميل ده هيبقى يتيم. فوضت امري ليك يا رب. ما تقولش كده يا هادي، انا مفهمة. انا كنت عارف ان كل ده هيحصل، عشان كده انا رتبت كل الامور من الاول، عشان ابننا اللي جاي ده ما يلاقيش نفسه في الدنيا من غير ام. وعشان تطمني انت لازم تعرفي كل حاجه عشان ترتاحي. بوسي. بوسي مين؟ تعالي يا بوسي. مساء الخير. دكتورة بوسي طبيبة أطفال، هي اللي هتربي ابننا. أنا كنت عارف إن أنا ما اتجوزش من بعدك، إنما أعمل إيه؟ للضرورة أحكام. إيه اللي أنت بتقوله ده يا هادي؟ محدش هيربي ابننا غيرنا. أرجوك يا نسمة ما صعبيش عليا بقى الأمور أكتر من كده. يلا يا حبيبتي. هادي لو سمحت اسمعني، سيب إيدها. يا نسمة أنا كمان اللي فيها مكفيني، كفاية بقى. يلا يا حبيبتي. انت يا دكتور السيف؟ ثانية واحدة يا هادي، بقى الأستاذ داخل. يستنى، انت عبقري زمانك. هادي؟ ده كان زمان. حياة أمك لو فضحك وجرسك في مصر كلها. بقى تقولي إن البنت تعبانة وكلها كام شهر وتتكل ويطلع ما عندهاش حاجة. أنت دارس إيه يا؟ إعدادية قديمة ولا دبلوم لاسلكي ومزور كل الشهادات دي؟ وطي صوتك عادي. هو أنا لسه قلت حاجة يا فاشل؟ عادي، أنا ممكن أكون شخص غلط، ودي بتحصل مع أكبر دكاترة في مصر. وبعدين أنت زعلان ليه؟ ما ممكن يكون عندها كانسر وتعيش. أنت مش بتحبها يا هادي؟ يا أخي عندك فرصة. انا ما تلعبش بيا، انا العب بنسوان مصر كلها. تيجي حته بنت رفوزه زي دي طرطسي وطرطسك انت ايه يا شوقي؟ يا امي لو حد عرف ان انا هنا لفرغ ده في دماغك. انا مجنون وعفريت الدنيا بتتنطط في وشي. افتح افتح شوقي. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ شوقي ايه يا شوقي؟ العياده فاضيه كده ليه؟ فين الممرضه وفين العيانين؟ وبعدين انت قافل ليه الباب على نفسك؟ لا انا كنت بس في حاجه. اتصال. اتفضلي يا نسمة. اتفضلي. لو سمحت انا في مصيبه كبيره ومحدش هيحلها لي غيرك. الواطي السافل صاحبك اللي اسمه الاستاذ هادي قال ايه؟ عايز يتجوز عليها عشان يجيب ام لابنه. بلاش واطي دي. لا واطي. بلاش واطي. لا واطي. زي ما اتفقنا انك تقول له اني هموت، قول له ان التحاليل طلعت غلط واني هعيش. هو ما بيثقش غير في كلامك انت. الله، مالك مش على بعضك كده ليه يا شوقي؟ يلا كلمه بسرعه وقول له. المساله مش بالسهوله دي يا انتصار. فعلا. ايه مالكم؟ صوتكم جايب اخر الدنيا ليه؟ اهلا يا ممكن. الحكايه مش بالسهوله دي فعلا. ده احنا ما صدقنا حاله ينصلح ويتجوز. هنرجع تاني للصياعه يا جماعه. دكتور وشخص حاله غلط بتحصل. يلا يا شوقي عشان خاطر يكلمه. يلا. ايه ده؟ ده هادي. خد يلا رد عليه بسرعه وقول له يجي حالا. اقول لك؟ قول له انك عندك ليه مفاجاه حلوه قوي، ولا اقول لك قول له ان الاشعه طلعت غلط، ولا اقول لك قول له ان الاشعه مش بتاعتها او بتاعت اي حد تاني وخلاص؟ يلا. ايوه ايوه هادي. ايوه حبيبي. يا ريت تيجي دلوقتي يا هادي. يلا نمشي، احنا مش لازم موجودين دلوقتي هنا خالص. يلا امشوا. لا 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 امشوا ليه؟ ما انتوا قاعدين. هي دي فرصه تتعوض؟ دي العصابه كلها هنا متجمعين على طول ان شاء الله. حتى
حتى انت يا عبد يا اللي مربيني تطلع شريك معاهم في المصابايا الحقيرة دي، ولا شاوي؟ صاحبي الدكتور شاوي اللي قاعد جنبي في التختة من واحنا قد كده، تبعني ولا مدام انتصار؟ يا عيني على مدام انتصار، الله يبارك لها، تعمل الشر لوجه الله، مش عايزة عليه لا أجر ولا ثواب. شكلكوا حلو قوي وانتوا واقفين كده. والله هادي يا ابني أنا كان قصدي خير. تسكت خالص والشركة دي ما تعتبهاش تاني، انت مرفوض. أنا عملت كده عشان مصلحتك يا هادي، أنا لولا واثق من إنك هتعيش سعيد مع نسمة ما كنتش عملت كده. أنا حسيت إنك بتحبها وتأكدت إنها بتحبك. حسيت؟ تحس وتتأكد عشان تبقى راجل، وانا بقى اتدبس في مدام نسمة واهل مدام نسمة وجيران نسمة. اما انت بقى يبقى زي ما كنت عايز اعيشك 365 يوم سعادة، اعيشك 365 يوم نجد عليكي وعلى اهلك وعلى جابوكي. انجري قدامي، انجري. على جوه. خشي جري على فوق، الدور اللي فوق يتكنس ويتسيق ويتروق، البلاط الحسيب لساني، وبعد ما تخلصي غياراتي وبجاماتي يتغسلوا ويتكووا، وبعد ما تخلصي تقعدي تعيش كرم على فوق. انا بقى النهارده هتعيش كرم واهريك واكلام. ينصر دينك يا اخي. انا طول عمري احب الراجل الحمش مع مراته مش الراجل التوتو. والله عندك حق يا هادي بيا، فعلا البيت خلاص بقى مزبله، ده انا ما عدتش طياره فيه. فعلا البيت بقى مزبله من ساعه ما شرفت. نزل رجلك. لا 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 وانفز بقى عشان انا جوايا حاجات ولازم اطلعها. لا 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 الكلام ده تعمله مع مراتك مش معايا انا. انت ايه فاكرني هسكت لك؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ قوم يا قوم يا قوم. اكلمك راجل لراجل ولا الزقك بالقلم على قفاك؟ لا راجل لراجل. لم نفسك. لا كده غلط. ما هو يا دي هي دي الاثنين كتير. هو في ايه يا هادي يا ابني؟ اعمل اي حاجه. الله الله كيرة، انت ايه يا سافل يا قليل الادب يا واطي منك ليه اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ ده انتوا ليله ابوكوا سودة، ولا انت هو سمعتوا اللي انا قلته لاختكوا وتطلع تعملوا فوق بالمال يتعمل دلوقتي؟ يلا. لا عيب دول عيال هنبقوا معاكوا ازاي؟ انت تخلص خالص. حاضر. وانت يا كوارين الزفت لم مفاتيحك على بره بره بره. معلش يا عالم ما تزعلش، دي عيالك اشيه قوي. اوعى تزعلي فتحيه يا اختي، اشوف وشك بخير. انت لسه هنا؟ انت واقف بتعمل ايه؟ اللي يقعد هنا يشتغل بلوميته سيء. اسيء بس بايه؟ كيرة. حاضر. ده انت قلبتك وحشه قوي. طب افهم فيه بس يا هادي يا ابني. ايه بس يا هادي يا ابني؟ ده انا هوريكوا ايام يا كلاب كانت فين دماغي. جواز ده انا كنت عايش ملك، وديني لوريكوا ايام سودة. تعرف يا باشا والله انا ما كنت جاي عشان واخد على خاطري، ده انا السبب في الجوازه دي واللي جبت لك قرار العروسه وتاريخها، وفي الاخر ما خدش اي حاجه. فين الحلاوه يا ريس؟ يا سلام، هو انا اقدر انسى انك عرفتني على بنت الباشا اللواء؟ يا سلام. انا قلت لك ايه؟ خد مني وما تراجعش ورايا. لا ما انا خدت وما رجعتش وراك. اتفضل اتفضل اتفضل. ايه ده؟ ده الباشا بس هو عنده مأمورية خاصة بيسيق. والله العظيم بيتعبوا يا باشا، ربنا معاهم. طب انا باركت وامشي بقى على طول. لا 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 تمشي تروح فين؟ مش لما تاخد واجبك الاول؟ ما انا خدته يا باشا. انزل سايق اديله خيشه. هو الباشا طلع في الحركه اللي فاتت ولا ايه؟ يعني حركه. انا طالع للست اللي فوق حمارس حقوق الشرعيه ساعه ونازل اشوف عملته ايه. هيمارس حقوقه الشرعيه حقه. ما نقدرش نتكلم في دي. ايوه بس ساعه مش كتير يا باشا.
اهو كلام ما تدقش. انت مين؟ ما تدقش. قومي فيز انا جيت. لما اخش الاوضه تقومي تقلعيني هدومي وتقلعيني الجزمه وتحضري الحمام. انت هنا مش اكتر من خدامه، تعملي لي فيها نايمه؟ خلاص ما بقتش اكل من الكلام ده. انا فعلا مش نايمه يا هادي، بس ارجوك تقعد كده وتسمعني. انا اول مره شفتك في عيد الميلاد ما كانتش اول مره اشوفك فيها. انا بقالي سنين بشوفك وانت طالع عند الدكتور شوقي، كل مره ومعاك واحده شكلي، وكنت متعلقه بيك ومش عارفه اوصلك. واول ما لقيت فرصه اني اقرب منك ما ترددتش. انما انا مش عايزاك تزعل، اعتبرني واحده من اللي اتجوزتهم عارفي وسبتهم بعد كام شهر، وكدبت عليك الكذبه الكبيره دي. بس في حاجه انت لازم تعرفها كويس، ان انا فعلا بحبك ودي ما كدبتش فيها. انت حاولت تساعدني كتير يا هادي، وانا مش هقبل اني اعذبك. طلقني يا هادي. يبقى هي دي بقى الحكايه. طلقني يا هادي. طبعا هادي لازم يدفع المؤخر، المليون جنيه. هو ده بقى اللي انت بتتفق عليه من اول يوم؟ انت كتبت لي المؤخر وانت عارف كويس قوي انك مش هتدفعه، لانك كنت فاهم اني هموت. اعتبرني موت يا هادي. انا مش عايزه منك حاجه، ومتنازله لك عن كل حاجه. انت بقالك يومين صاحي، تعالى نام في سريرك، وهتقوم النوم مش هتلاقيني ولا انا ولا ابويا ولا اخواتي. تصبح على خير يا هادي. ازيك يا نسوة؟ الحمد لله يا بابا. حلوة صورة ستك وام ابوكي، ما هي كانت بتلعب عود بجد، ما انت طالعه لها فنانة زيها، بس الحمد لله بتشبهها. ها؟ تزعليش منها يا بنتي، انت اللي غلطتي. انا مش قادر اصدق ان نسمة بنتي تعمل حاجة زي دي. لو كنت شرطيني انا اللي اسمي انا كان لا يمكن اوافق على كده ابدا. حقك عليا يا بابا. بس انا والله حبيته بجد.
نونو. هو انت جاي عشاني ولا عشان ده؟ اوعى تكوني فاكراني عيل توتو وارس قرشين على ابوه ولا عن تيتو وعايز يضرب مرتين عرفي ويهرب، جاي عشان ده طبعا. وحشتيني وبحبك. وانا بموت فيك. وحشتيني قوي. لم نفسك يا عم، دي براتي هتفوق امتى بقى؟ اه صح. بالمناسبه الحلوه دي بقى، اليابانيين جددوا الثقه فيك وحلفوا انك انت اللي لازم تسوقها. اتفضل. سلام لي. بتقدم قوي. بتقدم بس ما في معجزات علميه خارقه. شوقي يا شوقي ولد. ايه هادي انت بتبص على ايه؟ لا يا حبيبتي، ده انا ببص على الكلب. اصديله اعمل ايه؟ ما هو اصديل الكلب عمره ما يتعدل. هذا بالعكس. نخبيلي في أسرارنا، وأنا وإنت ما فيش غيرنا، ولو ننسى مشاعرنا نكلم مين يفكرنا؟ يا روح الروح بتنساني، وأنا فاكر ومش نساني، تغيب عن عيني من تاني، ومن غير حب أعيش إزاي؟ ومهما تغيب بعيش وياك، وأشوفك وردة في الشباك، ودمعة حب في عينيا بتستناك يا أحلى ملاك. قالوا لي الحب له علامات في نبض القلب والهمسات، وروح بتطير تنادي عليك ورعشة ايدي في السلامات. تحبني موت واحبك موت، واحساسنا يونسنا